بسم الله الرحمن الرحيم. رايحين نكمل الجزء الثاني اللي بتعلق بشابتر 4. طيب شابتر 4 له تطبيقات مثل التزايد والتناقص والقيم العظمى والصغرى وهيك. خلينا نبلش بالجزء الاول اللي هو increasing and decreasing. increasing and decreasing هون بهمني إشارة المشتقة الأولى، إذا كانت موجبة بتكون increasing وإذا سالبة decreasing، وبنقدر نتذكرها عن طريق الأمثلة. أول سؤال هون بحكي لي find the intervals for which f بالx اللي بيساوي x يوز x increasing. تمام، أول خطوة نشتق، هاي f برايم الx مشتقت ضرب، بصير الأول في مشتقة الثاني، مشتقة الـ e بضل زي ما هو، زائد الثاني في مشتقة الأول واحد. دائما الاي قلت لكم طلعوه عامل مشترك. الاي اذا طلعته عامل مشترك ما بدخل بالاشاره، يعني دائما حط ببالك انه هذا الاي هذا المقدار موجب دائما، حتى مستحيل يساوي صفر. يعني بالنسبه للاي اذا كان السؤال تزايد تناقص قيم عظمى صغرى، حتى لو كان قيم حرجه كريتيكال ما لهش علاقة بالحل، فالإي هذا تجاهله. شو ظل عندك هون؟ ظلت هاي إكس زائد واحد، تبحث إشارته تسويها بالصفر تعطيك هون سالب واحد، ونيجي نقول إكس هذا موجب، إذا على اليمين مثله على اليسار عكسه. هو بالامتحان بطلب واحدة منه، هون شو طلب؟ increasing، فمعناته بده هاي اللي هون اللي هي من سالب واحد إلى انفينيتي، هذا هو الجواب النهائي. السؤال الثاني find the interval، طبعا هي ممكن تكون فترة أو فترات، يعني الأس هاي بحطوها بين قوسين interval أو interval، ممكن تكون أكثر من فترة، for which f x اللي بيساوي x تربيع e x ناقص واحد decreasing. هون بس شو طالب؟ decreasing. نفس الشيء هون عندي مشتقة ضرب، نقول f برايم x تساوي الأول هذا في مشتقة الثاني بضل زي ما هو، زائد ثاني في مشتقة الأول 2x. الاي شو بنعمل فيه؟ بنطلع عامل مشترك زي ما هو اي اس اكس ناقص واحد، شيله من هون شو بضل؟ اكس تربيع، زائد شيله من هون بضل 2 اكس. طبعا مثل ما اتفقنا هذا الاي لا لهوش علاقه ولا باي سؤال، هذا دائما موجب حتى بالكريتيكال ما لهوش داعي، يعني ما بيأثر على الإشارة. فبنيجي على هاي الإكس تربيع زائد 2 إكس، إذا طلعت الإكس عامل مشترك هاي احنا بنبحث إشارة هاي سويتها بالصفر بتعطيك إكس الصفر وسالب 2، إذا لما نيجي نبحث إشارتها هاي الصفر وهاي السالب 2، دائما الكبير بنحطه على اليمين، نشوف إشارة الإكس تربيع هذا شو إشارته؟ موجب، إذا على اليمين مثله عكسه مثله. وشو طالب؟ decreasing، بركز على اللي طالب، يعني هو مثلا طالب increasing رحت بس ركزت على increasing. هون شو طالب؟ decreasing، بروح وين؟ decreasing هي decreasing. إذا من سالب 2 إلى 0. سؤال 3 هو
هنا بدي اعطيك اف الاكس يساوي واحد ناقص اكس تربيع على واحد زائد اكس تربيع، وبقول لك find interval او intervals of increasing. نشتقوا هذول قاعدة الضرب، هذا قسمة طبعا، نشتق قاعدة القسمة، نقول f prime x تساوي المقام في مشتقة البسط سالب 2x ناقص البسط مشتقة المقام اللي هو 2x على المقام التربيع. نفك القوس، يعني هاي تصير سالب 2x وسالب 2x تكعيب، هون سالب 2x وزائد 2x تكعيب، عشان هون عندي هون سالب 2x تكعيب وعندي هون موجب 2، لانه هي سالب مع سالب بصير موجب، هذا بروح مع بعض، بتضل عندي هون سالب 2x وسالب 2x سالب 4x فوق، واللي تحت 1 زائد x تربيع الكل تربيع، طبعا هذا اللي تحت كله مقدار موجب. اذا بدنا نبحث اشارة اللي فوق، هاي اللي هي سالب 4x بس، لان هذا اللي تحت موجب، سويها بالصفر بتعطيك صفر. شو اشارة الاكس؟ سالب، على اليمين مثله، على اليسار عكسه. طيب شو طالب السؤال؟ increasing، هذا هو increasing من هون. اذا نقول ما انه ملوش حد، فنقول من سالب انفينيتي الى صفر. سؤال اخير، يلا هي اربعة، بدي اطلب منك find interval of decreasing، واعطيتك هون f الاكس، خليني اخذ f برايم الاكس، لاحظوا اعطيتك هون مشتقة اولى تساوي اي اس 2 اكس ناقص 5 اي اس اكس زائد 6. حلو، اول شيء هون ما بدنا نشتق، ليش؟ لانه هو معطيني المشتقة الاولى، يعني find interval of decreasing للاف، يعني هيك المفروض صار of decreasing of f الx، ايوه اذا كان f الاف براين هيك كذا، او بيعطيها بداية السؤال، مرات بوهمك يعني بيعطيك اياها، انت ركز مزبوط دائما، اذا اعطاك مشتقة اولى او مشتقة ثانية اعرف شو هو اللي اعطاك اياه، هون اعطاني مشتقة فانا ما بدي اشتق مباشرة، خلينا نبحث اشارته، هاي f براين الاكس بتحلل، هذا بتحلل زي العبارة التربيعية، الايوس 2x عبارة عن ايوس x ضرب ايوس x، والستة 2 ب 3، هذول حاصل ضربهم 6 ومجموعهم سالب 5، 100%، سويها بالصفر تعطيك اما x لن 2 او لن 3، طبعا لانه ايوس x لن تاخذ لن الطرفين. خلينا نعينها على خط الاعداد، هاي طبعا اشارة الاف براين، هاي عيناها على خط الاعداد، هاي اف براين، وهون هاي لن 2 وهاي لن 3. بما انه طالب الديكريزنج، طبعا هنا بنشوف اشارة الاي اكبر واحدة موجب، معناته على اليمين مثله، هون عكسه هون مثله، وطالب منطقة الديكريزنج هاي، فبدنا ناخذ هاي اللي من سالب 2 او من لن 2 لن 3، لن 2 الى لن 3. لو طلب الانكريزنج ناخذها من ماينس انفينيتي لن 2 ومن لن 3 للانفينيتي، هذا لو بده الانكريزنج. طيب هذا بالنسبه لموضوع الانكريزنج والديكريزنج. نيجي على الموضوع الثاني اللي هو على المشتقه الثانيه اللي هو الكونكيف اب والكونكيف داون والانفلكشن بوينت، يعني العنوان كونكافيتي، هاي كونكافيتي
and inflection points. طيب هذول طبعا المشتقة الثانية يعني ما تذكروا. إذا كان موجب بيكون كونكيف أب المشتقة الثانية طبعا، وإذا سالب داون، وإذا اختلفت وكانت معرفة بتكون النقطة نقطة انعطاف أو انقلاب. طيب أول سؤال find the interval or intervals for which f الx اللي بيساوي x اس 4 ناقص 2 x تكعيب زائد x ناقص 4، هذا بدي يكون كونكيف اب. طيب اول شيء نشتقه مرتين طبعا بما انه السؤال على الكونكيف، اذا رايحين نشتقه مرتين. نبلش بالمشتقة الاولى 4 اكس تكعيب ناقص 6 اكس تربيع زائد 1، المشتقة الثانية 12 اكس تربيع ناقص 12 اكس، تقدر تطلع 12 اكس عامل مشترك بضل عندك هون اكس ناقص 1. اذا هون اذا بدنا نبحث اشارة المشتقة الثانية هاي بتطلع صفر واحد، هاي هون صفر هون واحد. شو إشارة الإكس تربيع؟ موجب على اليمين مثله عكسه ومثله. الأب هو عبارة عن لما يكون موجب، يعني هاي المنطقة وهاي المنطقة. نسولي تخبيصات التوجيه هسا عندنا الفترة دي دائما مفتوحة ما في مغلقة، أوكي الكونكيف دائما مفتوحة. فهون بيقول لي كونكيف أب بتكون فترة مفتوحة من ماينس إنفينيتي للصفر للاف كونكيف اب من ماينس انفينيتي للصفر، يا بحطوا فاصلة او بحطوا اتحاد نفس الشيء من واحد لانفينيتي. دائما الفترات التقعر بتكون مفتوحة. سؤال ثاني هنا قال لي اف الاكس يساوي e اس x ناقص e اس سالب x، وبده اياه يكون كونكيف داون. طبعا مجرد ما طلب كونكيف معناته رايحين نشتاق مرتين. طبعا هون اب اخذنا الاعلى اللي هو الموجب، هسه داون راح ناخذ سالب. بالاول خلينا نشتاق كم مرة؟ مرتين بالكونكيف مرتين. هاي المشتقة الأولى الإي بيظل زي ما هو، وهذا إي أس سالب إكس في سالب واحد بتصير هاي موجب. المشتقة الثانية هاي إي أس إكس وهاي إي أس سالب إكس في سالب يرجع زي ما كان. خلينا نسويه بالصفر، ودي هاي لغات مع إني أنا بفضل انا بفضل الواحد مقامات عادي، يعني لو وديت لغات مش مشكله، بس بلاش اخربطكم بالطريقه اللي تعلمناها. احنا تعلمنا انه ننزلها لتحت، انه هاي مثلا اي اس اكس خليها هاي اعملها واحد على اي اس اكس ووحد المقامات، يعني هي اعملها على واحد هيك. شوف لو انك سويتها بالصفر وبحثت عادي، بس انا بفضل هاي الطريقه، يعني نزلتها لهون. طبعا مهم هذا السؤال، يعني سؤال سنوات وبيجي. نزلتها بدي اوحدهن، بصير اي في اي اي تربيع اي اس اكس تربيع، يعني 2 اكس احنا بنكتبها ناقص 1 على اي اس اكس. حلو، هذا الاي قلنا موجب. الاشي الموجب اذا زدت له اي عدد موجب، لكن اذا نقصته بصير فرق بين مربعين. فهسه هاي اللي بدي ابحث اشارتها انا، بدها تكون فرق بين مربعين، يعني هاي اي اس اي اس 2 اكس ناقص 1، تقدر تفتح قوسين اي اس اكس في اي اس اكس ناقص 1 زائد 1، هي فرق مربعين مزبوط. سويها بالصفر تعطيك اما اي اس اكس 1 او اي اس اكس
سالب واحد. خلينا نتذكر حل المعادلات. الاي شو بناخذ له؟ لن. هون لما تاخذ لن للطرفين عادي يعني بصير بتروح اللن مع الاي بيطلع عندك اكس لن الواحد اللي هو صفر، لكن هون خذ لن للطرفين بيطلع معك ايرور، بيطلع جوا اللن سالب مستحيل. فاذا الجواب فقط بيكون اللي هو هذا الصفر. حلو، هاي قلنا موجب ما لناش علاقة فيها، بنيجي على هاي موجب. اوكي، اذا على اليمين مثله، على اليسار عكس. اوكي، هو شو بده؟ داون، هي الداون. اذا ناخذ المنطقة هاي، هاي اللي هي الداون لتحت، اذا بتكون من ماينس انفينيتي الى صفر. طيب سؤال ثلاثة، f x يساوي x تربيع ناقص 27 x على x تربيع، find inflection point أو point يعني ممكن تكون نقطة أو نقاط. تمام، أي سؤال concave up أو down أو inflection مباشرة على المشتقة الثانية. تمام، خلينا نشتق هذا الاف هون، اف الاكس اكس تربيع ناقص 27 اكس. انا بحب اذا علي قوة ارفع لفوق، قلت لكم هذا الحكي قبل هيك. طيب في المشتقة الاولى 2 اكس زائد 54 اكس السالب 3، جبت هاي السالب 2 هون. تمام، نيجي على المشتقة الثانية، هاي 2 ناقص اكس السالب 4، 54 ب 3 هاي بها 12، 16162. رد نزلها لتحت، فبتصير عندي هون 2 ناقص 162 على اكس اس 4. وخلينا نعمل نفس النهج، نوحد المقام، بتصير عندي هون 2 اكس اس 4 ناقص 162 على اكس اس 4، وهذا اللي تحت نعرف انه مقدار موجب، اكس اس 4 اكس تربيع اي اس اكس، هذا مقدار موجب، هذا ما بدخل في الإشارة. فلذلك طبعا هي المشتقة الثانية، اوكي اشتقينا اولى اشتقينا ثانية، بدنا نبحث إشارة اللي فوق، يلا اللي هو 2 اكس 4 ناقص 162، طلع 2 بالأول عامل مشترك تعطيك هنا 81، حللها بتصير اكس تربيع ناقص 9 في اكس تربيع زائد 9 سويها بالصفر. هاي طبعا ما يعني هذا بيروحن يعني قسم عليهم، هذا موجب وهذا موجب، يعني هاي لو تسويها بالصفر تعطيك اكس تربيع سالب 9، ما لاش حل هاي، فبتطلع هاي دي سالب موجب وسالب 3، اذا اكس تساوي موجب وسالب 3، وهاي اف دبل برايم هي سالب 3 وهي 3. وبنرجع هون ما انه هذا موجب يكون على اليمين مثله، هون عكسه وهون مثله. إذن إشارة المشتقة الثانية هون up down up، طبعا هذا كل إشي معرف ما عدا الصفر، في عندي هون صفر، بس الصفر ما لوش دخل بموضوعنا، إحنا موضوعنا هاي وهاي. أوكي التنتين هذول ما في مشكلة فيهم، يعني أنا بدور على إيش قاعد، على inflection points وسالب 3، اختلفت الإشارة عندهم، بس إيش الصفر ما ليش علاقة فيه، هو مش معرف. فلذلك بيكون عندك هون مثل هذا السؤال، بتكون الانفليكشن بوينت سالب 3 مع صورتها مع اف السالب 3 و 3 مع اف 3، وهذول عوضهن يعني اذا بالخيارات ما لقيتهم عوضهن. اوكي لقيتهم مخرب لك التعويض، بتعوضهن هون بتعوض وتعمل زوج مرتب. اوكي في سؤال أخير حاب أعطيه بهذا الموضوع، هذا السؤال برضو إجا بامتحان فاينل وكمان مهم يعني.
خليني نشوف السؤال. طالب هنا شغلتين مع بعض، طالب decreasing وطالب concave up. في طلاب صعب وكذا وما حلهوش، خلينا نشوف إذا كان صعب ولا لا. شوفوا هذا السؤال بحكي لي find the interval for which هذا f في x. ركزوا شوي بالسؤال، كل الأسئلة اللي حليناها بهذا المكثف سواء الجزء الأول أو الثاني حتى الثالث لما نأخذه كلها أسئلة فاينل، كلها أسئلة فاينل وتكنو وبعد 2017 جديدة. فحتى لو شفت صعوبة بالسؤال ارجع اتدرب عليه. 2x تكعيب ناقص 21x تربيع زائد 60x زائد 3. هون شوف شو طالب يقول لي find the interval for which. هذا لاحظوا طالب هون شغلتين، الشغلة الأولى decreasing and، كلمة and غير عن كلمة or، and يعني لازم ايش يكون مشترك، concave up. تمام، هذا السؤال ألزمني بشغلتين، بما انه طلب الديكريزنج فهو ألزمني بالمشتقة الأولى، وبما انه طلب الكونكيف ألزمني بالمشتقة الثانية. خلينا ناخذ التنتين مع بعض، يلا نبلش بالأولى. هاي اف براين الاكس 6 اكس تربيع ناقص 42 اكس زائد 60، ونجي على المشتقة الثانية 12 اكس ناقص 42. بالنسبة لهاي لو طلعت من هون الستة عامل مشترك يضل عندي x تربيع ناقص 7x زائد 10، نسويها بالصفر 2 بخمسة، يعني هون x تساوي 2 بخمسة لأنه الحاصل ضربن 10 ومجموعهن. تمام، إذن هاي 2 بخمسة، هاي المشتقة الأولى، هاي 2 وهاي 5. شو شرطه هذا؟ موجب هون مثله وهي عكسه وهي مثله. تمام، خلينا نشوف المشتقة الثانية. لو طلعنا ستة عامل مشترك بضل هون 2x ناقص 7، فبتطلع الx 7 على 2. هاي المشتقة الثانية، هاي المشتقة الثانية، هاي السبعة اثنين، سبعة اثنين يعني ثلاثة ونص، هاي سبعة اثنين ثلاثة ونص. تمام، طيب شو شرط الإكس هون؟ موجب، فعلى اليمين مثله وعلى اليسار عكسه. الله يركزوا لي، خليني أقسم المنطقة. احتمال كبير يتكرر هذا السؤال الجديد، هذا 2019 السؤال ترى، فكرة 2019 2018 جديد، بس ممكن يكرر الفكرة. تنتين مع بعض هذول، بدي اعملهم مع بعض هون. خلينا ننزل الاثنين وهاي الثلاثة ونص وهاي الخمسة. تمام، شوف كيف بالنسبة للتزايد لحد الاثنين كله increasing، يعني هاي راح تكون هنا increasing اللي هي الاثنين، وبعد الخمسة increasing. تمام، وهون بين التين والخمسة كله decreasing، فهي راح تكون decreasing وهي decreasing. تمام، نيجي على المشتقة الثانية لحد الثلاثة ونص كله concave down، فهي راح تكون هون down. خلينا نغير القلم، هاي راح تكون هون down وهاي down، وبعد الثلاثة ونص كله up، هاي up وهاي up. طيب نرجع للسؤال، وشو بده؟ decreasing، معناته راح نلغي هاي ونلغي هاي لانه انا ما بدي هيها، فمعناته الغي الداون. اذا هذا الجواب من 3.5 الى 5،
تمام، يعني بما انه جبنا سيرة الكونكيف اعملها مفتوحة. تمام، عادي كل الفترة مفتوحة سوي. يعني لما نصل المشتق الثاني خلاص، لان انت لما تشتق الاطراف الاولى بتصير does not exist، فاعملها مفتوحة. طيب خلينا نشوف الموضوع الثاني اللي رايحين نحكي عنه، الكريتيكال بوينت. الكريتيكال احنا بناخذ اصفار البسط، اصفار المقام، لكن نشترط انها تكون معرفة، يعني تكون المشتقة يا اما صفر او يعني اصفار، يعني بناخذ اصفار البسط او المقام للمشتقة، لكن لازم تكون ايش؟ معرفة. طيب خلينا نشوف عن طريق الامثلة اللي بنتذكرها. Find the critical points of. أعطاني خلينا نعمل أكثر من واحدة. يلا هي واحد، ليش أظن أعيد نفس السؤال؟ لأن السؤال كله طالب critical، كل السؤال طالب شو كريتيكال، ففيش داعي نضل أيدن. في أكثر من سؤال عندي هون، في عندي f x يساوي x ناقص 1 على x، هذا واحد منهم. وفي عندي f x يساوي 2 x تربيع على x زائد 2، هذا واحد ثاني بكفي، فيش داعي ناخذ كثير امثله عليه. يلا طيب، هذا من يجيب نشتقه، لا مش اكس ناقص واحد اكس، اكس ناقص لن الاكس، اكس ناقص لن الاكس عفوا، اكس ناقص لن الاكس، اكس اشتقيت على طول. طيب يلا نبلش. أول واحد نشتق، هاي شو مشتقتها؟ واحد، وهاي واحد على x، واحد المقام تصير هون x، هاي يعملها واحد يعني، ها هاي يعملها هيك على واحد، واحد في x، x ناقص واحد على x. نيجي بناخذ أصفار البسط وبناخذ أصفار المقام، هذا ساويه بالصفر شو بيعطيك؟ واحد. هذا سويه بالصفر شو بيعطيك؟ صفر. لا تستعجل، خليني بالله اميزهم بخطوتين. الخطوه الاولى بناخذ اصفار البسط والمقام، الخطوه الثانيه لازم يكون في المجال يعني معرف. طيب تعال على الواحد، عوض هون، هون واحد واحد في المجال عادي. الصفر لا، اللين منعكس، يعني هذا لو سألتك شو مجاله، مش اللي جوا اللين أكبر من صفر، فهذا مش معرف، يعني هذا رايحين نستثنيه. إذا الجواب فقط مين؟ فقط x تساوي واحد. اوعى تخربط وتحط معه الصفر، أو أنت دائما إذا في سؤال ملتيبل شوف المجال، يعني هذا اللين، هذا اللين شو مجاله؟ قهرني هذا السؤال، رد أكتبه هون، هي في الإكس تساوي x ناقص لن x، x سؤال. تمام، فانت اول شيء بتبلش شو بتقول؟ في عندي لن، مجال لن من صفر مفتوح لانفينيتي، فالصفر مش معرف، هذا الصفر ما بقبله. ليش؟ مش معرف، بس لو انه جذر عادي، يعني الجذر بيجي الصفر الطرف بيجي معرف، بس اللن لا مفتوحه بتكون الفتره. متذكرين المجال؟ لازم يعني حتى الكريتيكال اللي كنا نحكي عنها، هاي الفليكشن اللي كنا نحكي عنها لازم تكون معرفه كمان. طيب خلينا نشوف هون، نشتق بالاول، هاي اف براين الاكس، طيب هاي نجي مشتق، هاي اف براين اكس تساوي قسمه المقام في مشتقة البسط 4x ناقص البسط
اشتقت المقام واحد على المقام تربيع نضبطه. هذا المقام لو اجينا نوزع ده تنضرب 4x في x بتصير 4x تربيع. هاي 4x تربيع ناقص 2x تربيع بيضل هون 2x تربيع. وهاي زائد 8x. تمام. هسا شو بدنا نعمل؟ بدنا ناخذ اصفار البسط اصفار المقام. يلا البسط 2x تربيع زائد 8x تساوي 0. ودي طلع 2x عامل مشترك بيضل عندك x زائد 4 بتصير x تساوي 0 و x تساوي 4. نيجي على اصفار المقام x زائد 2 تربيع تساوي 0. ناخذ جذر للطرفين يصير عندي x زائد 2 0، اذا x تساوي سالب 2. بتلاقي حاط لك بالخيارات 0 4 سالب 2. تعال هذا شو مجاله؟ كل شيء ما عدا سالب 2، فهي غلط سالب 2. يعني هذا بتحط لك جواب وغلط جوابك. لازم ايش نيجي على الخطوه الثانيه. في عندي خطوتين، الخطوه الاولى ناخذ اصفار بس الخطوه الثانيه نتاكد منهم. يلا نيجي على هذول. الصفر معرف، كل شيء معرف ما عدا مين؟ سالب 2 اللي هي اصفار المقام، اذا هذا اوكي. الاربعه اوكي، سالب 2 مش اوكي. ممكن تكون اصفار مقام وتكون داخله، ها؟ يعني مش بدنا نلغي اصفار المقام، لا، احنا هذا مش بالمجال. اذا بتكون عندي فقط اكس تساوي 0 واكس تساوي 4 فقط لا غير. اذا بدك تحط المجموعه 0 و4 بدون السالب 2، دائما استثني اللي الاشياء اللي مش معرفه في المجال. هاي خلينا ناخذ كمان سؤال، حاسس انه بدها كمان سؤال. الفكرة رقم 3 اف في الاكس يساوي عندي هنا اكس اس 5 على 3 ناقص 3 اكس اس 2 على 3. تمام. هسه هاي ما فيش فيها مشاكل، يعني لا في اصفار مقام ولا جذر تربيعي ولا، لان هاي مجالها ار، يعني هاي الدومين ار، دومين الاف يساوي ار. تمام. اوكي شو طالب هو؟ طالب الكريتيكال. هون بتقول لك فايند الكريتيكال، نقاط الحد، كريتيكال كريتيكال نمبرز او كريتيكال بوينت. اول اشي بنشتق هاي اف برايم اكس يساوي 5 على 3 اكس اس 2 على 3 ناقص 2 اكس سالب 1 على 3. حلو. طبعا هي كيف صارت 2؟ لما جبت 2 على 3 اختصرت ال 3 مع 3 ظلت بس ال 2 هون، مو 3 ثابت احنا ما بنشتق. في ناس دغري بيساوي بالصفر بودي للجهة الثانية، لا احنا مش هيك اتفقنا، اتفقنا نوحد المقام افضل بكثير. نزل لي هاي لهون، هاي بتصير 5 اكس اس 2 على 3 على 3، وهي خلي الاثنين هاي بمكانها، نزل اكس اس 3. صار عندي بدنا نضرب هاي ضرب هاي بتصير 5 اكس ناقص 2 ب 3 6 على 3 في اكس اس 3. بناخذ اصفار البسط وبناخذ اصفار المقام. ودي الستة لهون، اقسم الطرفين على 3 تصير هاي اكس اس 3 صفر. اعمل هاي اس 3 هاي اس 3 بيطلع عندك هون اكس تساوي صفر. اوكي اوكي كل شيء معرف دومين ار، اذا هذا اوكي. نيجي على هذا اقسم اكس تساوي 6 على 5 كمان هذا اوكي. اذا 6 على 5 صفر، هاي هي الكريتيكال. شوفوا صح، خلينا اجى على بالي سؤال، في سؤال مره اجى بهي الطريقه وفي طلاب ايش؟ شو هذا صعب وكذا وبدنا نشيره. شوف السؤال بيقول لك، ركزوا معي شوي بالسؤال، هذا سؤال الفاينل واجى يعني اجى مرتين وفي كثير طلاب ما عرفوا يحلوه.
ركزوا معي فيه، خلينا نشوف اذا مصحصحين ولا لا. بيقول لي اف الاكس اللي بيساوي اكس تكعيب ناقص 3 اكس تربيع ناقص 45 اكس زائد 120. اوكي، بيقول لي هذا has two critical points. خافوش ما راح اعطيكم مورك، شايفكم فليته، مش راح اعطيكم مورك لانه فيش مجال تحلوه، فراح احله هسه يعني شو ما كان، هي صعب سهل راح احل كل شيء، ما راح اعطيهم مورك. اوكي، بيقول لي هذا الاف الاكس هذا has two critical points، واحده منهم A و B والثانيه A C، يعني الزوج مرتب. فاجي قال لي اوجد ال A C قديش بيساوي، وحط خيارات. طيب كثير ايش دخل هذا بموضوعنا ما موضوعنا؟ تعال حبيبي، اول اشي بدي يلفت انتباهك كلمه ايش؟ كريتيكال بوينت. حلو، خلينا نطلع الكريتيكال بوينت بعدين بنرد بنقرا السؤال وبنحلله. هون شو بحكي لي؟ بيسال عن كريتيكال بوينت، يعني عن المشتقه الاولى. هاي المشتقه الاولى 3 اكس تربيع ناقص 6 اكس ناقص 45. وخلينا اذكركم بالآلة الحاسبة، احنا صح انه بما انه الامتحان اونلاين مش عيب ولا غش انك تستعملها، في ناس طلع بيجي فجأة انا اكره الشيء علي الغش، وانه واحد ياخذ حق غيره، بس في ناس بتقول لي قال غش نستعمل آلة حاسبة. لا يا حبيبي مش غش، هم اصلا عارفين انه في قدامك آلة حاسبة، فعاملين لك ارقام مرات تحتاج آلة حاسبة. خلينا نحل هاي المعادلة بالآلة الحاسبة، شوف كيف. بتروح على السيت اب رقم 5 ايكويشن، يعني معادلات 1 3 5، شايفين 5؟ هاي 5. في معادلة تربيعية اللي هي رقم 3، شايفين هاي؟ فيها A B C اللي هي المعاملات، هاي رقم 3. يلا بندخل، شو الـ A هون؟ 3. شو بتحط بعدها يساوي؟ تجي لك الـ B. الـ B قديش هون؟ سالب 6. يا يعني بتستعمل هذا أو هذا عادي، سالب 6. رد حط يساوي. نيجي على مين؟ على السي، سالب 45، هاي سالب 45، وحط يساوي. هسا بترجع بتحط أول يساوي، بيطلع لك الحل الأول اللي هو إيش؟ 5. حط هاي إكس 1 اللي هو يعني الحل الأول، حط كمان يساوي سالب 3، هذول الحلول، إذا إيش؟ 5 وسالب 3. تمام، بعدين رجع الآلة، شوف هي ترجع هون رقم 1 بتقولها اللي هو يعني كومبيوتنج حسابات هيك، بطل معادلات. متذكرين انه 5 وسالب 3، تمام. اذا هون طلعت عندي اكس تساوي 5 واكس تساوي سالب 3، يعني النقطتين 5 مع صورتها و3 سالب 3 مع صورتها. طيب هو شو بسماهن؟ اي بي، لا عفوا هي سي دي، هي سي دي، هي سي دي. يعني باختصار بقول لك طلع ايش هذول، خذ الـ A وخذ الـ C. قديش الـ A هون؟ هي 5 و C، يعني خذ الـ X واضربهن ببعض، اضرب A بـ C، فبضرب A بـ C، يعني بدنا نضرب 5 سالب 3 بيطلع الجواب سالب 15. هذا يعني باختصار انه يعني بقول لك لا تعوضها، بس خذ الـ X، هاي الـ X اللي هون والـ X اللي هون، تعات الكريتيكال لان هذول A C، يعني اضربهن، اضرب الإكسات ببعض. بس حاول ايش؟ انه يجيب السؤال بطريقه شوي هيك بتلخبط. طيب نيجي على الموضوع الثاني، في شغلة انه خلينا نكتبها بس ملاحظة اذا انه انتم مش مركزين عليها كثير، انه اذا كانت النقطة اكستريما، تعرف شو يعني اكستريما؟ يعني اما ماكسيمم او مينيمم، تمام؟ يعني مرات تقول لك هاي النقطة ماكسيمم مينيمم، تفرقش معي، هي كريتيكال. شوفوا لي السؤال هذا كثير مهم. بيقول لي اف الاكس اللي بيساوي اكس زائد اي على اكس has relative maximum at x تساوي 2. اوكي،
قال لي هذا الاشي وقال لي اوجد الايه فايند ايه. فانت بدك معلومة توجد منها الايه. المعلومة هي المعلومة هي انه هاي النقطة ماكسيمم او مينيمم ما بتفرق معي. يعني لو قال لك ماكسيمم مينيمم كريتيكال اي واحدة من هذول الثلاث كلمات ماكسيمم او مينيمم او كريتيكال او اكستريما معناته شو المشتقة عندها صفر. فخلينا نشتق اكس هذا شو مشتقته واحد وهون سالب واحد على اكس تربيع اضربها بايه بتصير سالب اكس تربيع عوض الاثنين اف براين الاثنين واحد ناقص ايه على اربعة المفروض هاي شو بتساوي صفر. ليش؟ لانه الاثنين كريتيكال ماشي الكريتيكال شو بتكون مشتقة عندها صفر. فانا جيت اشتقيت عوضت الاثنين فالمشتقة شو عندها ده تكون صفر. does not exist ما بيجيبوه عادة بيجيبوه صفر هم. فدائما اذا قال لك كلمة ماكسيمم مينيمم وبيجي هب الفاينل بيجي بالعادة اذا قال لك ماكسيمم مينيمم او اكستريما او كريتيكال وكان حاط لك اشي مجهول خلاص مباشرة انه المشتق عند الاثنين فالمشتق عند الاثنين صفر بتطلع لي ايه. ودي ايه اربعة لهون يصير ايه اربعة تساوي واحد اضرب ضرب تبادل بتطلع ايه تساوي الاربعة. اوكي هاي مهمة هي الشغلة برضو يعني لازم تهتموا بيجي عليها السنة. طيب نيجي على الموضوع قبل الأخير رح نحكي عنه بعدين نأخذ بريك ثاني. بعد البريك الثاني رح يكون اللي هو التكامل يعني هيك بكون خلصنا تشابتر 4. في شغلتين اللي هن الماكسيمم والمينيمم ونظرية المين فاليو ثيرم. خلينا نشوف أول شيء الماكسيمم والمينيمم. هون بحكي لي ماكسيمم and minimum. أول سؤال بدي أوجد local maximum لهذا الـ fx. هذا الـ fx يساوي x تربيع e السالب x. أول إشي بدنا نشتق هاي ضرب هو مشتق الضرب بدها تكون الأول في مشتقة الثاني الإي إي السالب إكس في سالب واحد اللي هو مشتقة اللي فوق هذا. هاي الأول ضرب مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول. متفقين من زمان نطلع الإي عامل مشترك. طلعت من هون الاي عامل مشترك هذا الاي راح بس السالب واحد ما راحت صح مش في سالب الاي راح سالب واحد في اكس تربيع سالب اكس تربيع زائد الاي راح شو ظل هون 2 اكس. هذا متفقين عليه من زمان انه مقدار موجب. بنيجي على هاي طلع الاكس عامل مشترك يظل هون سالب اكس زائد 2 صفر يعني بتعطيك الاكس صفر واثنين من عين هاي صفر وهاي اثنين. شوف إشارة إنسالي هذا موجب. أنا بدي أف براين صح شو إشارة الإكس تربيع سالب إذا بتبلش من هون سالب موجب سالب يلا. لما يطلب ماكسيمم ومينيمم كل بس لو يطلب إنكريزينج بقول له هاي ديكريزينج هاي وهاي بس لما يطلب ماكسيمم ومينيمم اعمل كل الإشارات هذا هيك ديكريزينج إنكريزينج دائما الماكسيمم وين بتيجي فوق هيها في غير هاي لا هاي بس. اذا شوفوا في نوعين من الاسئله في سؤال بيقول لك ات وفي سؤال بيقول لك از. هاي مهمه وهاي مهمه لانه مرات بيخمنك بالخيارات. اذا قال لك ات يعني قصده اكس واذا قال لك از قصده واي. حلو فاذا قال لك ات يعني هاي لوكال ماكسيمم ات هيها ات الاثنين x تساوي 2 وانتهى السؤال. اذا قال لك is شو بيكون بده صورتها f الاثنين وين بترجع ترجع هون 2 تربيع 4 e اس سالب 2 او بتنزلها لتحت. ففي فرق بين at و is ركز بالسؤال. at يعني x is عوضها. طيب خلينا نشوف
سؤال على المينيمم. هو بيحكي لي رقم 2 the minimum value of y يساوي x لن x. نفس الشيء بدنا نشتق هاي f prime y prime مثلا ضرب أول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول بتطلع واحد زائد لن x ساويها بالصفر تعطيك لن x سالب واحد خذ إلى الطرفين هذا إي السالب واحد شوف اللن شو إشارته موجب إذن هون موجب وهون سالب ركز هاي الإشارات هاي متناقص وهون متزايد نفس الشيء إذن في مينيمم هاي ابسوليوت مينيمم كمان يعني هاي ابسوليوت كمان هي خذ ببالك يعني لانه فيش غيرها يعني هذول هاي لفوق طالع لفوق طالع فيش غير هاي هاي بتعتبر لوكال وبتعتبر ابسوليوت يعني ابسوليوت مينيمم هاي طيب اذا قال لي از زي ما قلنا في فرق لما يقول لي از ولما يقول لي ات اذا قال لي ات بكون محترم بيريحني من التعويض اذا قال لي ات نقول له اكس تساوي اي سالب 1 وإذا قال لي إز منعوضها بدل هاي الإكس شو بحط؟ إي أس سالب واحد ولين بدل هاي الإكس إي أس سالب واحد طبعا بتعرفوا إنه الإي مع اللين بيروحوا فبتظل السالب واحد يعني بتظل هون سالب إي أس سالب يعني يا إما إذا قال لك أت واحد على إي إذا قال لك إز سالب واحد على إي فلذلك إت وأز بيفرقوا عن بعض ركز فيهم عادة نشوفه بالنسبة للأبسوليوت بيطلبوا إز ترى يعني خليني اعطيكم باختصار يعني عاده اللوكال او الريليتيف يعني كلمه لوكال او كلمه ريليتيف عاده عند اللوكال والريليتيف بيطلبوا ات يعني بيطلب بس قيمه اكس اما عند الابسوليوت بيطلبوا از على فكره عاده هيك فانت بس حسب السؤال بس انه عاده اللوكال او الريليتيف بنكتب ات يعني بنكتب قيمه اكس لكن بالابسوليوت بنعرفها خلينا ناخذ سؤال ابسوليوت سؤال ثاني ناخذ سؤال اقوى شوي هم بحكي لي هي رقم 3 find the absolute maximum of apple x يساوي اعطيتك هنا x تكعيب ناقص 3 x تربيع زائد 12 واعطيتك فترة مغلقة دائما اذا اعطيتك فانكشن كونتينيوس على فترة مغلقة 100% بيكون في ماكسيمم ومينيمم هو ترى ما فيش ماكسيمم بس هو طلب المينيمم هاي الفترة من سالب 2 ل 4 اول اشي نشتغل شغل عادي مشتاق هاي 3x تربيع ناقص 6x لو طلعت 3x عام مشترك بضل x ناقص 2 هاي صفر واثنين شوف الاكس تربيع شو شارته موجب اذا على اليمين مثله عكسه مثله اخر اشي قبل ما تبلش تجي بتقول لي وقف شوي في عندي فتره مغلقه بدي اعينها اربعه وين بيجي هون بعد اثنين ها سالب اثنين هي يلا اعطيني اشارات بقول لك حق. اوكي اي اشي برا هاي المنطقه ما بهمني هاي المنطقه يعني خلينا نمدها شوي لفوق هاي المنطقة الأطراف هيك احنا نبحث ضمن هاي المنطقة اللي هي من سالب 2 ل 4 يلا حلو طيب هون شو ماله متزايد هون متناقص هون متزايد نطلع الماكسيمم والمينيمم لا هو بيقول لك ماكسيمم بتطلع ماكسيمم هو بيطلب وحدة دائما ماكسيمم خلص مين الماكسيمم اللي عندك في عندي تنتين في عندي هاي وحدة اللي بتيجي فوق وهي اللي هون فخلينا نعوض ناخذ اف الصفر وناخذ اف الاربعه تنتين ابسوليوت لا الكبيره منهم اذا طلب الابسوليوت بتعوض الماكسيمم هاي اللي فوق هاي عند الصفر ماكسيمم هاي وعند الاربعه ماكسيمم بتعوض بتاخذ الكبيره لو مينيمم في تنتين بتاخذ الاصغر يعني الماكسيمم بتاخذ الاكبر من الابسوليوت مينيمم بتاخذ الاصغر وبدنا نعوض بهذا الاف الاصلي مش بالمشتقه هون
يا خلينا نعوض الصفر، صفر صفر 12. نعوض الأربعة، 64 ناقص 48، 64 ناقص 48 12، لا 64 ناقص 28 16، و 12 28. خلص إذا مين الأكبر؟ هي أكبر 12 و 28 28. إذا هيك بنقول الجواب. Absolute maximum is 28. بتحط دائرة عند 28. خلص هاي مش هاي صح maximum بس مش absolute، في أكبر منها. ليه هي؟ طيب خلينا ناخذ مثال ثاني على الابسولوت كمان. رقم 3 4 4 find the absolute minimum of f x يساوي EOS x تربيع ناقص 2 x على الفترة من صفر لواحد. ماشي هذا أول شيء نشتق هاي المشتقة الأولى الإي زي ما هو بنكتبه ضرب مشتقة ما داخله 2 اكس ناقص 2، مظبوط هيك؟ هاي مشتقته بنكتبه زي ما هو في مشتقة ما داخله. في عندك شيء موجب؟ في عندي هذا الاي كله موجب. الموجب ما بنبحث اشارته، لما نيجي على هذا سوي بالصفر بيعطيك واحد. شو شرط الاكس موجب؟ اذا هون مثله هون عكسه. ف عين هو طالب من صفر لواحد تغلبني. طيب ماشي هاي من صفر لواحد، هاي الصفر هون بيجي، يعني هو طالب بده بس من صفر لواحد. من صفر لواحد كلها بتيجي متناقصة، خلص معناته بينت، لأن المنطقة اللي برا هاي ما بده إياها، هو بس بده من صفر لواحد اللي هي الفترة اللي أعطاني إياها، صح؟ شو طالب هو؟ أبسوليوت مينيمم، ما فيش غير أفضل واحد المينيمم بس هاي، هي المينيمم. إذا الأبسوليوت مينيمم إز، قلت لكم دائما إز بيكون سؤال الأبسوليوت، أفضل واحد اللي تساوي إي أس سالب واحد. إيه بتعوض فوق بالأصلي طبعًا. إذا قال لك أت واحد، بس عادة بيطلبوا إز الأبسوليوت. كمان واحدة عن الأبسوليوت، حاسكم مش فاهمينها. واحدة أخيرة وننطلق على موضوع بعده. طيب هون عندي find the absolute maximum of f x يساوي sin x ناقص cosine x والفترة من صفر إلى باي. مهم هذا السؤال كمان. طيب لو خلينا نشتق ولا يهمك، هاي مشتقة ساين، شو مشتقته؟ كوساين. كوساين شو مشتقته؟ سالب ساين، فبصير موجب. سوي لي اياه بالصفر بيطلع عندك الساين بيساوي سالب كوساين. طبعا الساين بيساوي سالب كوساين يعني عند البايعة أربعة، بس مش بالربع الأول، بالربع الثاني ثلاثة بايعة أربعة، عشان تكون الإشارات مختلفة. عوض، لو عوضت هون الصفر مثلا، احنا بدنا نلف براين، اوكي مش تخربط لي بهاي. عوض هون الصفر مثلا، في هون صفر صح؟ حط صفر، واحد، إذا هاي كلها موجودة. هون مثلا عوض الباي سالب. خلص، حدد الفترة اللي بدك إياها، هو بده من صفر لباي، هاي من صفر لباي. أي شيء برا هاي المنطقة بتقدر تشطبه. ما بيهمني
انا بهمني الدومين اللي هو بيعطيني اياه هذا. قمت زايد خلص بينها تايها بس هاي، بس هو ما راح يقول لك اف راح يغلبك للتعويض، خلينا نعوض يلا. فبنقول الاف عند الثلاثة باع اربعة هاي ما فيش غيرها ماكسيموم، لو مينيموم بتعوض بتاخذ الاصغر بس ماكسيموم لحالها هاي مثلا فيش غيرها مينيموم خلص ما عوضت. لو انت متى بتعوض؟ لما يكون تنتين او اكثر، اذا مينيموم تاخذ الصغيره واذا ماكسيموم تاخذ الكبيره، بس اذا فيش غيرها واحده فهي فيش غيرها ماكسيموم خلاص. يلا ساين 3 باع 4 1 على جذر 2 ناقص كوساين 3 باع 4 سالب 1 على جذر 2 يعني بتصير. طبعا ليش قلت سالب؟ لانه هذا بالربع الثاني 3 باع 4 صح، الساين بيكون موجب بس الكوساين شو بيكون؟ سالب، فبتصير هاي زائد، يعني تصير 1 على جذر 2 زائد 1 على جذر 2. طبعا المقام موحد، تصير 2 على جذر 2 او تكتبها جذر 2 حسب ما بتلاقيه كاتب لك اياه. بعدني مش بعتش، حابب كمان سؤال انا، كمان واحد اخير. يلا هاي 6 هون فايند الابسوليوت ماكسيمم اوف اف الاكس اللي بيساوي، ناخذ واحد سهل عشان نثبت المعلومه، اكس تربيع على اكس تربيع زائد واحد، وهاي اون اكس من سالب واحد للاثنين. يلا يلا اول خطوه شو بنعمل؟ نشتق. ليش؟ طالب الماكسيمم، ماكسيمم مينيمم انكريزنج ديكريزنج كريتيكال، هاي بدها مشتقه اولى. اما كونكيف او انفلكشن مشتقه ثانيه، هاي بدها مشتقه اولى. يلا كلياتنا بنعرف نشتق قاعده القسمه، نقول المقام في مشتقة البسط ناقص البسط مشتقة المقام على المقام التربيع. خلي لي هالمقام والتربيع هون، 2 اكس تكعيب ناقص 2 اكس تكعيب بتروح بضل فوق بس 2 اكس، هذا اللي تحت موجب موجب تربيع زائد وكله تربيع موجب، بس ضلت 2 اكس اللي فوق، وهي 2 اكس اللي فوق سهل تعاون مع سويها بالصفر صفر، هون موجب وهون سالب. حلو، لو انه بده يريحني كان بيطلب المينيمم، بس هو حاب يغلبني. المينيمم فيش غير الصفر، لكن هو شو طالب؟ ماكسيمم. خلينا ناخذ الاطراف اللي سالب واحد والاثنين، بدنا نعوضهم وناخذ الكبيره. طبعا هاي الفتره اللي هو بده اياها، هو بده من سالب واحد ل 2، هاي برا ما بده اياها، فراح نعوض اف السالب واحد ونعوض اف الاثنين بالاف الاصلي طبعا، مش تروح تعوضها بالمشتقة، وناخذ الابسوليوت لانه بده ابسوليوت ماكسيمم، في عندك تنتين لازم ناخذ واحدة منهم اللي هي الكبيرة. اف السالب واحد فوق سالب واحد تربيع واحد على اثنين، اف الاثنين اربعة على خمسة. يعني شوف يا الله ما انا بعرفكم انتم ما شاء الله عنكم كويسين، بس انه يعني في ناس ما بيعرفش يقارن كسور. يعني شوف الدرس اللي تعلمته بصف ثالث او رابع رجع لك بالكاش خلاص، انه مين اكبر هذا ولا هذا؟ في ناس بيعرفش، بس لا الاغلبيه بيعرفوا اربعه خمسه اكبر. انت شوف لو حولت لكسور عشريه، هاي مثلا اضرب فوق وتحت باثنين تطلع 8 من 10، هاي اضرب خمسه فوق وتحت تطلع 5 من 10، معناته هاي الاكبر. اذا الابسوليوت ماكسيمم هاي لي 4 على 5، او بنقول اكس تساوي 2. اخر موضوع سريع جدا اللي هو اخر نظريه، مين فاليو ثيرم. هاي نظريه بسيطه قانون نطبق، هاي اللي هي المين فاليو ثيرم. هاي النظريه شو قصتها؟ بيعطيك اف الاكس وبيعطيك فتره من اي ل بي، وبقول لك اوجد قيمه السي، بتقول له السي السي ولا اف برايم سي اف برايم سي تساوي اف البي ناقص اف الاي على بي ناقص اي، وبتطلع السي. هذا بس بس بس. بالنسبه لل يعني هاي اخذنا تنتين مطلوبات منها، لا تخربطوا فيهن. في وحده بالتكامل اسمها مين فاليو ثيرم فور انتجرال، هذيك لازم يحدد. هاي سواء حدد او ما حدد، يعني اذا قال فور دريفيتيف عرفناها، اذا ما حدد اعرف انه هاي.
مين اللي ضروري يحدد تحت التكامل. اما هي مش ضروري، بجوز يقول لك مين فاليو ثيرم وخلاص، ما يقول كاش فور دريفتيف. خلينا ناخذ مثال عليها، ولا نكتب الرول. الرول اسم عالم، الرولز ثيرم. الرول نفس المين فاليو ثيرم، بس ايش ميزته؟ انه لما يعطيك الفتره بتكون الاطراف متساويه، يعني هون بيكون معطيك اف، يعني لازم اف الاي يساوي اف البي، هذا شرط بالرول ثيرم. فلما تيجي تطرح صفر بيطلع الجواب، يعني بيطلع الاف براين للسي يساوي صفر. تمام، يلا خلينا نشوف اسئله. اول سؤال، find the value of c، اوجد قيمه السي اللي بيحقق satisfy the conclusion of mean value theorem. لهون بكفي. اذا قال لك فور دريفيتيف بيكون احسن، يعني تاعت الاشتقاء، بس هاي مش ضروري يحكيها. اما انت ركز، ها ركز، اذا قال لك فور انتجرال شيء ثاني غير عن هاي، وحده ثانيه اخذناها اللي هو الدرس الفاندمنتال ثيورم شابتر 5، يعني لسه مش بالاشتقاق، بالتكامل. هذيك اسمها مين فاليو ثيورم فور انتجرال، ميزوا بيناتهم. اذا قال لك فور دريفيتيف او ما قالش شيء معناته قصده عن هاي. حلو، هون معطيك اف الاكس يساوي اي اس اكس، واعطاني الفتره مثلا من 0 ل 1. دائما يجي يقول اول اف برايم سي تساوي اي اس سي، ما هو مشتقة الاي اي، فعوض سي اي اس سي. طيب خلينا نشوف الطرف الثاني، اف الواحد ناقص اف الصفر على واحد ناقص صفر تحت واحد. اف الواحد اي اس واحد اي ناقص اف الصفر اي صفر واحد، نطلع اي ناقص واحد. هذول بدنا نسويهن ببعض، نساوي هاي بهاي اللي هو القانون. نجي بنحكي هون اي اس سي تساوي اي ناقص واحد. انا مين بدي؟ السي. ناخذ لنا الطرفين، بتروح اللند مع الاي، اوعى تتهبل، اوعى تتهبل، خلاص. شو بدي اشيل اللند مع الاي؟ اوعى. القوانين اللين قلناهم اليوم، بردي ذكرت فيهم، في قانون للضرب وفي للقسمه، الجمع والطرح ما لهم. مش تروح تشيل اللند مع الاي، هو راح يخربطك بالخيارات، راح يحط لك سالب واحد على اساس انه طالب غبي. القوس شو جواته؟ ناقص. اذا ناقص او زائد ما في شيء، بضل زي هيك، هذا هو الجواب. طيب خلينا نشوف على الرول ثيرم، find the value of c satisfy rules theorem. خلينا نحل سؤالين. هي اول واحد f x يساوي ln الاربعة زائد 2 اكس ناقص اكس تربيع، والفترة اعطاني اياها من سالب واحد لثلاثة. خلاص مباشرة بتيجي بتشتق اف براين، اشتقت مداخل اللين على مداخل اللين. شو بدها تكون المشتقة؟ صفر. صفر يعني تاخذ اصفار البسط. اصفار المقام لما تكون صفر بيكون does not exist. انت بس تاخذ اي اصفار البسط، يعني بدك 2 ناقص 2 سي تساوي صفر، بيطلع 2 سي 2، اذا سي يساوي 1. واحدة ثانية، دائما اذا بدك شيء يساوي، يعني لو طلب مثلا رول ثيرم، الرول ثيرم شو المشتقة؟ صفر. قال لك هوريزونتال تانجنت، مماس افقي، صفر. صفر اذا في بسط ومقام، بس تاخذ البسط بدون مقام. بس طبعا دائما ارجع اتاكد انه السي بالفترة، يعني المفروض بهذول الاثنين لازم السي هاي تكون جوا الفترة من A لB بهذول القاعدتين. يعني إذا طلع معك قيمتين واحدة منهم برا الفترة لا تقبلها، بالرول وبالمين لازم جوا الفترة اللي بتيجي مع السؤال. المفروض هذا يعني احسبه على الآلة الحاسبة، خلينا نحسبه. هاي لين لين، شايفين لين؟ هيو لين الإي ناقص واحد، لاحظ قديش قيمته؟ قديش؟ نص، جاي جوا الفترة، هذا اللي قبلناه، مش هذا الحل؟ وينه؟ لين هذا قيمته نص، موجود جوا الفترة ما قبله، فلازم يكون ايش؟ لازم يكون جوا الفترة حتى يقبله. إذا بيطلع قيمتين واحدة منهم برا الفترة برفضها. هون في الإكس
تساوي x ناقص 2 جذر x، وأعطيتك من 0 لأربعة. حلو لحالك، وهذا بيطلع هون سي كمان واحد، بيطلع هون بيطلع سي يساوي واحد، حلينا زيه بالدرس لما أخذناه، بكفي هون. إذا هيك بكون خلصنا الجزء الثاني اللي هو شابتر 4، الأشياء المهمة فيه. بالنسبة للجزء الثالث راح أخره لبعد صلاة الفجر، فخذوها استراحة يعني بعد الساعة 5، على 5 تقريبا أو 6 هيك بعطيه وبتركه مخزن إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية.